يجي هنا السؤال لضيفنا العزيز عبر الهاتف الأستاذ محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. أهلا بك يا فندم. مساء الخير يا أستاذ يوسف، ومساء الخير على حضرتك وعلى مساء السادة النور. المشاهدين. مساء النور ومساء الفل. أستاذ محمود، أنتم الحقوقيون، أنتم أدرى، أنتم أهل مكة الأدرى بشعابها. ماذا يحدث في بريطانيا من ناحية، ومن ناحية تانية هل في أي كلب مكيالين لا سمح الله بيعملوه البريطانيين؟ يعني خليني في البداية أتفق معاك وفي المقدمة الرائعة اللي أنت اتكلمت فيها وحاولت خلص. تشرح الموضوع. خلينا في البداية بس نفرق ما بين ما هو حقوقي وما هو سياسي. حلو. ما هو حقوقي هنا يتعلق بأنه الحق في التظاهر، وأنت يمكن تحدثت عنه، هو حق مكفول للجميع بموجب الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والتعهدات الدولية المتعلقة بمبادئ حقوق الإنسان المستقرة في كل الدول، فهي لا تختلف في مصر عن انجلترا، عن امريكا، عن اي دوله اخرى. هي حقوق ستاندر بتطبق على الدول كلها، والدول كلها شاركت في صياغتها. لكن ما هو سياسي هو ما تتحدث عنه الان، وما نراه في المقارنات بالوضع في بريطانيا من سياسات الكلب المكيالين. وانا خليني اقول لك انه مش بس سيدخل يعني كلب مكيالين، ولكن في كمان التعلق ووصايا تمارسها دوله ليها ماضي استعماري زي بريطانيا. وده يمكن ربما كان جزء من ردود المجتمع المدني المصري والبرلمان المصري على ما قيل في البرلمان الأوروبي، وما قيل أيضا يعني في السابق من الحكومة البريطانية. الآن بريطانيا في وضع سياسي، وخلينا نتكلم فيما يتعلق بالشق السياسي وتعليقنا عليه، لأن هم سمحوا نفسهم أنهم يعلقوا على أوضاع داخلية مصرية وعلى شؤون داخلية مصرية، فإحنا بالتالي هم ادونا الحق أن إحنا كمان ننتقد الأوضاع فيهم ونتحدث فيما هو سياسي وتطبيقهم لحقوق الانسان ب يعني باغراض سياسيه هم بيروها الان مهمه او بيحاولوا ان هم يمرروها. في البدايه حق التظاهر موجود في بريطانيا، وبريطانيا تحدث عن نفسها انها اقدم الديمقراطيات وغيره، وهذا الكلام اللي احنا بنعرفه وشفناه في كتب التاريخ وكذا. لكن على الارض انا بقول لحضرتك انه يعني لدى بريطانيا سجل سيء لحقوق الانسان، مش بكلام من عندي ولكن تقارير دوليه كثيره من مؤسسات محايده. وهنا ما بتكلمش على هيومن رايتس ووتش ولا العفو الدوليه، لانه كلاهما يبتعد تماما عن انتقاد مش بس بريطانيا، اي دوله عظمى موجوده في العالم تحديدا الجي 7 ما بتلاقيش اي تقارير لا من هيومن رايتس ووتش ولا العفو الدوليه تنتقد الاوضاع فيها، رغم ان هذه الدول تمتلئ بانتهاكات من نوعيه ممارسه العنصريه، تمتلئ ب يعني التعامل السيء وغير الحقوقي مع المهاجرين واللاجئين، وحوادث قتل غير خارج القانون غيره، يعني كثيرا من الانتهاكات تتم في هذه الدول، لكن لا احد يرصدها كما يرصد ما يحدث في الشرق الاوسط وفي الدول العربيه. وهذا ليس يعني محاوله لتجميل صوره او تبرير شيء، ولكن هو رصد الواقع احنا بنشوفه. مش بقول بيحصل عندنا وببرر وبيحصل عندهم، لا، انا بتكلم هنا على ما هو يعني مرصود، ولكن لا احد يتحدث عنه في الاعلام الخارجي ولا في التقارير الحقوقيه. في الوضع الحالي بريطانيا عندها ازمه ضخمه يعني سياسيه، زي ما حضرتك تفضلت واتكلمت على الموقف اللي موجود فيه ريشي سوناك الان، والذي يحتاج الى قبضه حديديه. ربما حضرتك ذكرتنا بمقوله ديفيد كاميرون لما اتكلم على يعني عندما الامر يمس التظاهرات في عام 2014 على ما اعتقد، وكان بيتحدث عن انه في الوقت اللي بتتعرض فيه الدول للمخاطر، الامن القومي للدول هذه المخاطر، لا تحدث عن حقوق الانسان. بالتاكيد هنا مش يعني هنا الفكره الخاصه بحقوق الانسان مش بتتعارض مع الامن القومي، ولكن هنا استخدام سياسي بيدي مبرر للي بتقوم به الحكومه البريطانيه حاليا. ربما السبق اللي حصل دوت او التويته اللي حاصله دي موجه اعتقالات بتحصل في بريطانيا منذ وفاه الملكه اليزابيث، وظهور بعض التظاهرات اللي ابتدعوا الانفصال في بعض المناطق في بريطانيا، او اللي ضد الملكيه، او المعترض على سياسات سابقه للحزب المحافظين في رئيس الوزراء السابقه، ثم السياسات الحاصله الان مع ريشي سوناك. وهنا ريشي سوناك لجأ مش بس لجأ للشرطه، وهنا مسألة عليها انتقادات حقوقية داخلية في بريطانيا، ولكن أيضا لجأ لاستدعاء القوات المسلحة من أجل تأمين البلاد من هذه التظاهرات. وأيضا وخلينا أزود لك كمان أنه مش بس بيتكلم على التظاهرات اللي هتخرج في بريطانيا اعتراضا على سياساته الاقتصادية، ولكن أيضا
لنشطاء المناخ المتظاهرين بيئيين بيطالبوا بعدم استخدام المحروقات نو فور اويل. بالظبط كده بالظبط كده، وبعضهم بيخش المتاجر البريطانيه يسكب اللبن في الارض، ويعني مشاهد كثيره، وبعضهم ايضا بيغلق مسارات المرور في بريطانيا، فبالتالي بيسبب حاله من حالات الشلل. لكن صحيح، خلينا نتفق انه زي ما قلت لحضرتك انه صمت المؤسسات الدوليه الكبيره على الانتهاكات في الدول يعني الدول زي بريطانيا وامريكا وغيره، ده بيديك مؤشر لاي مدى في ازدواجيه في المعايير في الحكم على اوضاع حقوق الانسان. اذا ما قارناها باوضاع دول اخرى تنتقدها الحكومه البريطانيه. ما هي المسألة بتاعت صاحبي وحبيبي فأنا ما بعلقش عليك، ما بتسمعش كلامي يبقى أنا هطلع تقارير وهفضل طول الوقت هاجم فيك وهفضل طول الوقت هدد وهفضل طول الوقت أشتغل عليك حياكة من المؤامرات السياسية إلى آخره. خليني الأول أشكرك أستاذ محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.